أنا هشام عراقي، مدرس مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. اشتغلت في الماشين ليرنينج والديب ليرنينج ما يقارب 6 سنين، وكل البابليكيشنز بتاعتي بيبرز وشابترز في الأريا بتاعت الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. الماشين ليرنينج والديب ليرنينج هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي. ما يميز هذا الفرع إن هو بيقدر يتعلم المهمة الذكية بتاعته بمجرد ملاحظته للبيانات، وكل ما زادت عدد البيانات أو الديتا اللي انت بتوفرها للخوارزمية أو الالجوريزم دوت، كل ما زادت قدرتها على كل ما بقت أذكى وتقدر تنفذ المهمة اللي انت منوطة بيها بأداء أعلى. في الماشين ليرنينج في أنواع كتير من الكلاسيفايرز، أشهرهم ما يعرف بالنيورال نتورك أو الخلايا العصبونية. شبكة الخلايا العصبونية هي تحاكي معرفتنا الضئيلة جدا التي لا تتعدى 5% عن كيفية عمل العقل البشري. نتورك كبيرة مكونة من بعض النيورونز. جه بعض الباحثين أو الريسيرشرز قالوا طب تعالوا نكتر قوي عدد النيورونز دي ونوزعه على مجموعة أكبر من اللييرز ونشوف إيه اللي هيحصل. ده الديب ليرنينج، والحركة دي أصبح ليها تداعيات كتير جدا. يعني التداعيات دي بعضها مشاكل وبعضها مزايا. المشاكل دي ما قدرناش نتغلب عليها غير مؤخرا، وعشان كده رجع الديب ليرنينج يظهر تاني ويبقى هايب كبيرة موجودة، وابتدينا بقى خلاص من اتغلبنا على مشاكل نستفيد من المزايا بتاعته. أهمية الديب ليرنينج بشكل رئيسي، يعني أنا ما أقدرش أقول الديب ليرنينج أهم من بقية الماشين ليرنينج تكنيكس، بس نقدر نقول ان هو وصلنا لنتائج مبهرة تقارب دقة العقل البشري في بعض التطبيقات. اكتر تطبيق كان شاطر فيه او الديب ليرنينج الايمج كلاسيفيكيشن، او التعرف على ما هو موجود بالصور او الفيديوهات. الديب ليرنينج حقق نتائج مبهرة جدا في هذا الموضوع، تفوق بشدة النتائج اللي كانت محققة في المرحلة السابقة لي، وده يقول يعني يدينا تصور قد ايه هو successful. فهو مش اكثر اهمية من بقية التكنيكس، بس في بعض الابليكيشنز هو كان much more successful. يعني مثلا في التعرف على الصور بينا بنوصل النتائج توصل ل 95%، بينما قبله كنا بنتكلم في 35% وكنا فرحانين بكده. بس طبعا ده مش في كل الابليكيشنز. برضه من اهميه من مزايا الديب ليرنينج اللي ما كانتش بتحصل قبله، ان هو لغى مهمه مرحله كانت مهمه جدا وكانت المرحله الاكثر تكلفه قبل اختراع الديب ليرنينج، وهي الفيتشر انجينيرنج. الفيتشر انجينيرنج كانت اكتر مرحله بيضيع فيها كوست وبيضيع فيها وقت وبيضيع فيها اكيوريسي، كانت اكتر حته كده في السيستم بتسحب الاكيوريسي. ان كان بيقعد مهندس يقعد يحاول بدل ما يدي رو ديتا للماشين ليرنينج الالجوريزم يطلع منها شويه اسمات وصفات تسهل على الماشين ليرنينج الالجوريزم ومهمته، لا الديب ليرنينج هو لوحده بيقدر يتعلم الصفات ديت من البيج ديتا. بس شطارتك بقى ان انت توفر له بيج ديتا، ودي حاجه ما كانتش موجوده زمان اصبحت موجوده دلوقتي، عشان كده الديب ليرنينج اصبح ابليكابل النهارده. والوقت بقى بتاع الماشين عشان تتعلم كان وقت كبير جدا، اصبحت دلوقتي الجي بي يوز موجوده في كل الاماكن بسهوله جدا. ممكن تشتري جي بي يو تايتان اكس مثلا في 4000 كور. جي بي يو كور ده ما كانش موجود زمان، خلى العمليه يعني ما هو زمان كان ممكن يبقى عندنا نيورال نتورك كبيره قوي بس تاخد بقى 3 شهور عشان تدربها على مهمه واحده. دلوقتي انت ممكن في ساعتين ثلاثه تدربها، لان اصبح عندك الجي بي يو الموجود ده، واصبح عندك البيج داتا اللي ما كانتش موجوده زمان اللي تقدر تدرب عليها الهيوج نمبر اوف بارامترز ان ذيس ديب نيورال نتورك. ده غير شويه الجوريزميك بروبلم برضه تم التغلب عليها مؤخرا مش من زمان. فهو يعني تو كونكلود هو مش اهم من بقيه الماشين ليرنينج تكنيكس، بس هو ماتش مور سكسسفول ذان ات ان سام سبيسيفيك ابلكيشنز. يعني الديب ليرنينج زي ما قلنا هو احد فروع الارتفيشال انتليجنس، وبالتالي معظم الحاجات اللي فيها ذكاء اصطناعي ممكن نستخدم الديب ليرنينج فيها. ممكن نستخدم الديب ليرنينج فور ايمج اناليسيس، ايه محتويات الصوره زي ما قلنا كده، ممكن نشوف فيديو يقول الفيديو ده فيه كلب فيه قطه فيه
فممكن يستخدم فور ايمج ريكوجنيشن، فور اوبجكت ريكوجنيشن، ممكن يستخدم فور سبيتش ريكوجنيشن، ان احنا يبقى عندنا مايكروفون وعايزين نعرف الراجل اللي بيتكلم ده بيقول ايه. يعني طبعا الماشين ليرنينج برضو ينفع تستخدم في التطبيقات ديت، بس الديب ليرنينج هو اكثرهم نجاحا. ممكن يستعمل في الاكشن ريكوجنيشن، ان يبقى معاك فيديو وانت من غير ما تتفرج على الفيديو خالص عايز الكمبيوتر او الاله تعرف الفيديو ده فيه ايه، هل فيه بني ادم بيجري، هل فيه سباق، هل ده سباق خيل، هل ده رياضه، هل ده ماتش كوره، هل ده فيلم عربي قديم. ده فور اكشن ريكوجنيشن. يعني دي مينلي التطبيقات الاساسيه اللي بيستخدم فيها الديب ليرنينج. احنا ممكن نبني تطبيقات فوق التطبيقات الاساسيه دي، يعني مثلا الاوتونوماس كار مثلا، ممكن بمجرد مراقبتها للسواق ورياكشناته على ما يراه، يعني given what he is seeing he is doing some action. لو فضلت مراقباه كده كتير given الكاميرا شايفه ايه هو الايه الاكشن بتاعه، هي لوحدها تقدر تتعلم كمان ان هي تقلده بعد كده. بس البوينت الرئيسيه هنا ان انت يعني عايز تتعلم كويس، وفر لها الداتا الملائمه او الكافيه ان هي تتعلم. في نظريه مشهوره في الموضوع ده اسمها الكيرس اوف دايمنشناليتي، ان انت لو عندك نيورال نتورك قد كده محتاج توفر لها داتا قد كده، بس لو بقت النيورال نتورك قد كده مش هتوفر لها داتا قد كده، لا الموضوع بيجرو اكسبوننشالي، مش هي يعني الداتا هتبقى قد كده، ولو هي قد كده الداتا مش هتبقى قد كده، الموضوع بيجرو اكسبوننشالي. زي ما قلنا اكتر من مره، الديب ليرنينج هو one of the AI approaches، يعني بيضيف للسيستم اللي انت عايز تعمله بعض من الذكاء الاصطناعي، وسهل لان انت ما بتعملش حاجه، كل اللي عليك تديله داتا كتير وهو كده رافلي سبيكينج يعني هيتعلم. طيب تطبيقات ده في مصر ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون في ان انت تعمل ستارت اب جديده تعمل بيها جولف كار. جولف كار مثلا اتس نوت فولي اوتونوماس كار تتحرك في اي مكان، بس هي اتس سيمي اوتونوماس كار تقدر تتحرك جوه كومباوند بعينه، انت مديزاين الكار العربيه دي عشان الكومباوند الفلاني، عشان النادي الفلاني، فات كان بي ايزلي اشيبد وذ الايدر سنسور وكاميرا سنسور، وتقدر تبدل السيستم بتاعك اند تو اند يوزنج ديب ليرنينج. مينلي في شركات كتير جدا ومصانع في مصر شغاله من قديم الازل فيها حاجات كتير جدا ممكن تتوتوميت بالديب ليرنينج او الارتفيشال انتليجنس، زي مثال الكوسه اللي احنا اتكلمنا عنه. بعض الطالبين من اقاليم كانوا عاملين سيستم بيديتكت الكوسه الفاسده على السير بتاع مصنع وبيرجكتها اوتوماتيك، ده وفر عماله كبيره جدا على المصنع. وفي العاده المشاريع اللي بيبقى فيها ارتفيشال انتليجنس دي بتلاقي ترحيب كبير جدا من المصريين، يعني انت بتكلم صاحب مصنع قلت له بص انا التاسك الفلانيه ديت هعمل لك ليها اوتوميشن بدل العامل الفلاني ده، بس بشرط ان انت ترقيه تشتغل في حاجه ثانيه ما تقدروش، يعني هيبقى مرحب جدا. يعني في حاجات كتير جدا ممكن تبقى اوتوميت، في حاجات كتير جدا ممكن تبقى فيها ذكاء اصطناعي تستخدمها كستارت اب، تعمل يعني ماي جرادويشن بروجكت وذا روبوت ذات كان اندرستاند عربيك او ايجيبشن عربيك سبيتش، تكلمه بالعربي كده والمصري يروح يجيب لك طلبات ويجي، ممكن تعمل حاجه زي كده وتبقى دي الستارت اب بتاعك. ممكن تطبيقات السبيتش كومبينيشن بالذات في اللغه العربيه، يعني اللغه العربيه معروفه ان هي ليها صعوبات خاصه، نمبر اوف مش كاركترز كمان نمبر اوف فونيمز كتير جدا، ا اي او الثراء اللغه ده بيخلي مهمه التعرف على السبيتش كومبينيشن اصعب. وكذلك الكتابه بالعربي، يعني انت بتعمل هاند رايتنج ريكوجنيشن سيستم فور عربيك، اتس نون يعني اتس نون ذات ات از ذا موست هارد ات از ذا هاردست لانجويج فور او سي ار اور فور هاند رايتنج ريكوجنيشن. ف يعني وفي الاخر لو حد مش فاهم القواعد النحويه المحاويه ديت او القواعد بتاعه الكلام مش هيعرف يديفلوب السيستم بطريقه افيشنت. يعني زي ما قلنا الديب ليرنينج يقدر يتعامل مع الصور، يقدر يتعامل مع التايم سيريز سواء هي ساوند ويف او ستوك ماركت كيرفز او ايا كان. ممكن في الاوتوموتيف او في اي اندستري تاني نبلد بقى اوفر ذيس
مين سيستمز عشان نبني مور كومبليكيتد سيستمز. يعني مثلا في الاوتوموتيف تطبيقات الديب ليرنينج لا حصر لها. ممكن نعمل سنسور فيوجن، يعني ده حاجه يعني من التطبيقات المشهيره جدا، ان انت لو عندك كذا سنسور كل سنسور ليه عيوبه ومزايا. الكاميرا ليها مزاياها ان هي بتشوف زي بني ادم، بتشوف الكالرز، بس ما تقدرش تقول لك مين بعيد ومين قريب، صعب قوي. بينما الليزر سكانر ممكن يقول لك ايه اللي بعيد وايه اللي قريب وما يجيبلكش الكالرز، فكل سنسور ليه مزايا وعيوبه. السنسور فيوجن هو ازاي تدمج السنسورز دي مع بعض بحيث تحصل على معلومه جديده خالص ما كنتش هتقدر تحصل عليها من اي سنسور لوحده على حته. فالسنسور فيوجن از ا جود ابلكيشن. ستيرنج ا كار فروم ا فيديو ستريم از انذر ابلكيشن. اوبجكت ديتكشن ان 3 دي از ون اوف ذا فاندمنتال يعني بروبلمز ذات يو كان تاكل وذ ديب ليرنينج. اوبجكت تراكينج، لو انت عايز تراقب العربيات اللي جنبك في الاوتوموتيف بتتحرك ازاي وماشيه ازاي، ولو جت عربيه استخبت ورا عربيه تانية فانت السنسور بتاعك دلوقتي مش شايفها، بس بما ان هو متابعها من فتره وعارف التراجكتوري بتاعها عامل ازاي يقدر اكسبكت هي فين دلوقتي حتى لو السنسور مش شايفها. سنسور تراكينج، سنسور فيوجن، يعني تطبيقات لا حصر لها في مجال الاوتوموتيف لو بنتكلم على السياره ذاتيه القياده. بينما لو اتكلمنا عن الانترتينمنت بقى والانفوتينمنت، سبيتش ريكوجنيشن، تقدر تعمل مكالماتك عن طريق انت تتكلم، تطلب رقم بان انت تتكلم، تقدر تركن العربيه بتاعتك بان انت تقول لها بارك جاست سيت. يعني في تطبيقات كتير في الانفوتينمنت، في تطبيقات كتير في السيلف درايفنج كار او الاوتونوماس كار. لو اتكلمنا على الهاردوير في البدايه هنلاقي ان احنا الماشين ليرنينج او ديب ليرنينج في مرحلتين. مرحله اسمها التريننج اللي هي زمان قوي دي ما كناش بنعرف نعملها عشان ما عندناش ماشينز قويه، لحد ما اكتشفنا ان الجي بي يوز اللي معموله عشان الجرافيكس ممكن نستخدمها في الديب ليرنينج تريننج، فدي مرحله التريننج. ومرحله الديبلويمنت ان انت خلاص عندك تريند موديل عايز تديبلوي او عايز تيست عايز تنزله للماركت يعني. ففي مرحله التريننج بنستخدم ماشين قويه فيها جي بي يو محترم في ما لا يقل عن 1000 كور. 1000 كور مش رقم كبير بالنسبه للجي بي يوز. السي بي يوز اللي عندنا في البيت كلنا بتبقى 8 كور 16 كور بكتير، لان الكور بيبقى قوي قوي. الجي بي يوز بتبقى زي يعني كورز ضعيفه بس كتير قوي، فالكتره دي مستخدمه في الديب ليرنينج. ففور تريننج محتاجين ماشين قويه فيها جي بي يو محترم زي انفيديا تايتان اكس في 4000 كور، زي جي تي اكس 1080، جي بي يو يكون قوي يقدر يخليك تعمل البروسس بتاعتك الى كونفينينت تايم، مش عشان لما تخلص تريننج تبقى نسيت انت كنت بتعمل ايه اساسا. فور ديبلويمنت سام تايمز بيبل يعني نيد تو ديبلوي زير سيستم ان ريل كار مثلا بتمشي ان سمول برودكت. بارت البرودكت ده محتاج جي بي يو. الجي بي يو اللي انت هتستخدمه في تريننج محتاج يبقى قوي قوي. ديورنج ديبلويمنت انت مش هتستخدمه فيري هيفلي از ان ذا تريننج، ففي العاده بيستخدم جي بي يو اقل قوه. في امبيدد بوردز تقدر تعتبرها كانها كمبيوتر صغير في حجم الكف بس فيها جي بي يو قوي زي انفيديا درايف بي اكس بورد 1 و 2، طبعا اتس فيري اكسبنسيف. في شيبر فيرجن ريسنتلي ابتدينا نستخدمها مع الطلبه في الجامعه. انفيديا جيتسون بورد ارخص وتقدر تعمل بيها كل الابلكيشنز ديورنج ديبلويمنت. This is for hardware. طبعا برضه for the hardware you need some sensors. يعني eventually you will capture some data using a camera, using a laser scanner, using radar, using an ultrasonic sensor. For sure you will need a machine plus some mean to collect the data for you. For software بقى عشان تستخدم او تبارلايز يور كود بدل ما هو يرن على السي بي يو زي زمان كده سيكوينشالي، تبارلايز ان هو يشتغل على الجي بي يوز وتستفيد من كميه الكورز العملاقه دي. At the end of the day you will either use OpenCL library or CUDA library. OpenCL supports all kinds of GPUs. CUDA library supports only NVIDIA GPUs. OpenCL is harder. لو انت فاهم كومبايلرز هتلاقي ان OpenCL بتحط الكود بتاعك كله في string، والstring ده بيبارس at real time using just in time compiler. فا it's hard, it's not convenient, it's very hard to debug. This is why almost all people are using the CUDA library. And this is why NVIDIA is entering
ماني نيو ماركتس ما كانتش داخله فيهم زمان خالص. يعني انفيديا مثلا هي كانت بتاعت جيمز بتاعت كروت شاشه في زمان, دلوقتي داخله في الاوتوموتيف, كل شركات الاوتوموتيف بتكوبريت مع انفيديا, داخله في معظم شركات الاي اي بتكوبريت مع انفيديا بس عشان كودا لايبري وعشان الجي بيوز اللي اكتشفنا ان هي ممكن تستخدم فور ديب ليرنينج تريننج. فميلي يو يوز كودا لايبري تو بيرلايز يور كود اون جي بي يو. لو انت هتستخدم جوست نوت ا فيري ديب نيورال نتورك ام ال بي يو كان امبلمنت ات ان اني اوف يور فيفوريت بروجرامينج لانجويج and use CUDA at the back end to parallelize your code. او بقى لو انت عايز بقى تستخدم حاجه جاهزه فور ديب نتورك, في لايبرز مشهوره تقدر تستخدمها, في كافي لايبري وبرده انفيديا اللي عاملاها. اتس هاي ليفل لانجويج, يعني مش لازم تبقى فاهم الديتيلز قوي عشان تستخدم كافي, انت ممكن تعرف كل حاجه كده از هاي ليفل اندرستاندينج. وعاملين كمان فوق كافي ديت IDE اسمه ديجيت. IDE ده ممكن يخليك ما تكتبش ولا لاين اوف كود عشان تبيلد يور اون ديب نيورال نتورك. تفتح الديجيتس دي على براوزر, تدوس براوز وتسلكت تريننج داتا, في تشيك بوكس تقول له انا عندي كام كلاس عايز اميز بينهم, في تشيك بوكس تكتب فيه ليرنينج داتا وتقول له وتدوس على زرار اللي اسمه ترين اند ات ويل ترين فور يو. اتس ا فيري هاي ليفل IDE, يعني لذلك لو انت بتعمل ريسيرش, لو انت شغال في شركه يوجوالي مش هتستخدمه, بس لو انت قاعد في البيت عايز تعمل حاجه سريعه تتفرج عليها اخواتك هيبقى كونفينينت. في طبعا كافي ممكن لو عايز تكتبها في كود ممكن تامبورت كافي ان بايثون كود او سي بلس بلس كود. في تورش لايبرري, بس تورش تقدر تستخدمها بس لو انت بتكتب لوا بروجرامينج لانجويج. اتس ان اولد يعني بروجرامينج لانجويج, it's an intermediate level programming language, it's not very high level as Caffe, and it's not very low level as TensorFlow and Cyano libraries. TensorFlow and Cyano are very low level, you can import it from C++ or from Python code, and they are very flexible, and I myself use TensorFlow, it's very flexible, you can do everything you want with TensorFlow, and it has a very good and convenient support nowadays. And for sure, يعني, you should learn some Python, because Python, as you may know, is number one language now used in the world for prototyping. To prototype something, Python is very flexible, and maybe also MATLAB. We'll be right back.